البصل لإخواني في الخليج. طلعونا طلعة قالوا الفراولة المصرية فاسدة، وقالونا البصل المصري فاسد. ما تكلمنا، سكتنا، انتظرنا نتائج المختبرات. طلعت نتائج المختبرات، كل الكلام اللي قيل غير صحيح. البصل المصري سليم والخضرة المصرية سليمة ولا في أي حاجة غلط. هني قلنا ستوب، بحثنا عن الأسماء اللي تدفع نحو البصل السياسي، لقيناهم شخصيات كويتية وبعضهم شخصيات خليجية حاطين العلم وراهم علم تركيا أو رافعين شعار تنظيم الإخوان الدولي رابع على العدوية. شفتوا وين وصلوا؟ وللأسف هناك من تبعهم ومن يدور في هواهم. يا جماعة، مصر مستهدفة، وعلينا كدول خليج أن نتحد مع مصر، أن نتحد مع السعودية. الإخوانشية مع الحرس الثوري يخططون لتدمير بلادنا، فانتبهوا يا جماعة.